السيد عبيد البريكي هو وزير في حكومة ككل الوزراء لا أكثر ولا أقل، والعمل الحكومي سي حمزة فيه ضوابط، العمل الحكومي فيه نواميس، وقدرت أنه السيد عبيد البريكي حاد على هذه الضوابط وبالتالي قررت تغييره، وهذا دوري كرئيس حكومة. لأنه وقت اللي تجي بطبيعتها وفي إطار العلاقة اللي يحكي عليها السيد رئيس الحكومة ويقول علاقتنا باهية وكذا وأنا أعتز بهذا، قدم استقالته يا خويا ربي عينه. وقتها أنا حتى أخلاقي ما تعطينيش باش نحكي على حاجات مستقبلا، لكن وقت تقول بالضرر بالشكل هذا وبالشكل المهين أنا أعتبرها إهانة، أنه أولا لا تعلم، ثانيا استباق. مسألة الإهانة هذه غير صحيح، فماش وزير يستقيل على مراحل، ما أنا غدوة الوزير الفلاني يقول لي أنا جمعة جاية باش نستقيل، فما دولة نسيروا فيها، والدولة فوق الأشخاص، الدولة فوق أي شخص، ما تقعدش تستنى فلان ولا فلتان، واللي صار هذا مع السيد عبيد البريكي يصير مع أي وزير وأي مسؤول في الدولة. وكاني أنت ما تستقيلش أنا أقيلك، مش هكذا، ما هكذا تدار الأمور. مش صحيح، شوف أي رئيس حكومة في العالم يحترم شعبه ويحترم الوزراء نتاعو والفريق نتاعو كان يقوم بنفس الشيء اللي قمت به. تمنيت نار اللي يقول ايه استقال ربي عينه، وقت نقول ربي عينكم ولن ام بسبب انتشافة، وساحترم صفة رجل الدولة، انا ساتكلم بما فيه الكفاية، ولي اشياء تفسر سبب نتاع الاستقالة، ونزيد ناكد انا مستقيل ولست مقالا. خليل الغرياني شخصية وطنية، كفاءة وطنية مشهود لها، احنا قررنا تغيير السيد عبيد البريكي وقررنا انه نحطوا كفاءات. ما نجمش تكون صدفة انه من الدنيا الكل نختاروا عضو فاعل وناشط عضو مكتب تنفيذي ويتحمل الان المسؤولية، عضو مكتب تنفيذي يستقيل ولا لا الاتحاد صناعة وزارة صناعة التقليد يعني مباشر نشيط ومكلف بملف الاجتماعي ويعين، وهو رجل أعمال في الوظيفة العمومية. لما قامت الأزمة وبدأت النهار الأول، النهار الثاني، النهار الثالث، كيوصلنا النهار الرابع ولات العملية أزمة، وثم أنه يمكن ثم حاجات خلفيات أخرى مش تقع للحكومة والعلاقات واضح. والأزمة وكذا إيش أخوي؟ مسألة وزارة الوظيفة العمومية نعرف اللي هي معناتها منذ عشرات السنين كانت المصالح نتاعها تابعة لرئاسة الحكومة، تقريبا خرجت مرة ولا اثنين فقط ولمدة قصيرة، تالي مسألة عادية ما فيها حتى تبعات.